مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كاميرا العقاريه. زي ما عودناكم احنا النهارده في تغطيه خاصه من مؤتمر الاقتصاد العقاري الدولي الاول 2017 اللي بيقام تحت تنظيم شركه ثقه العقاريه. هيكون معانا لقاءات كتير، انتظرونا. رؤية المؤتمر: صياغة ضوابط ومعايير الجودة الدولية لضمان جودة القطاع العقاري والتنمية العمرانية والوصول لسوق عقاري متوازن يقوم على صناعة حقيقية وثقة متبادلة بين جميع الأطراف في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. أهداف المؤتمر: السعي إلى تشريعات وضوابط حاكمة لتطبيق معايير الجودة الدولية في القطاع العقاري في مصر والوطن العربي وإفريقيا، تشجيع كل شركاء القطاع العقاري من حكومات وشركات وعملاء على العمل لتحقيق معايير الجودة الدولية والارتقاء بهذه الصناعة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا برحب بكم كلكم وكل شرفونا سواء كانوا حضور أو ممثلين الجهات المختصة بالقطاع العقاري، وأتمنى أن المؤتمر ينفذ أهدافه أو يقدر يوصل للهدف اللي سعت شركة الثقة أنها تدعوكم ليه، ونتمنى ان شركه ثقه تقدر تؤدي دورها في القطاع العقاري، يعني ودي احد فعالياتها او اولى فعالياتها في القطاع العقاري المصري. وزي ما بيقولوا كده، يعني بجهودكم وبدوركم وكمان بارائكم نقدر نصيغ المعايير اللي احنا جينا هنا عشان نحاول ان احنا نقول ايه الجوده اللي ناقصه في القطاع العقاري المصري. دلوقتي بنتشرف بالاستاذ محمد الدهشوري رئيس مجلس اداره شركه ثقه. اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. طبعا بقول حضرتك مبروك على اول فعاليات للشركه، وحابين نعرف الاول نبذه عن شركه ثقه. هي شركه ثقه هي شركه لسه جديده في القطاع العقاري المصري، يعني يا دوبك تعتبر عامها الاول، والمؤتمر اللي احنا فيه دلوقتي هو اول فعالياتها، او زي ما بيقولوا كده ده عربون وجودها في السوق في القطاع العقاري، ان احنا بنناقش اهم التحديات اللي موجوده في القطاع العقاري والمشاكل اللي ممكن نساعد في حلها. وفرنا دراسات ووفرنا معايير فعلا موجوده في كل النظر المنافسة في القطاع العقاري في دول تانية، على أساس نصيغها في مصر ونشوف هل مناسبة لينا ولا لا. تشرفنا بدعوة كل الناس المختصين بالقطاع، سواء كانوا مطورين عقاريين أو جهات مختصة أو وزارات معنية، بحيث ان احنا نقدر نصيغ صياغة نهائية لمعايير وضوابط القطاع العقاري، ونناقش كمان التحديات والمشاكل اللي بتقابله. وأعتقد في المناقشات تناولنا مشاكل كثيرة جدا تناولت القطاع العقاري. شركة ثقة بقى هي الشركة اللي احنا انشأناها، الغرض منها هي الغرض المعارض العقارية والاستثمار العقاري بشكل عمومي. يعني احنا قلنا فعالياتنا دي هو المؤتمر ده، وفي نفس الوقت المؤتمر اللاحق لي او التابع لي هيكون في شهر 8 الجاي، وده برضه هيبقى على شرف معرض ثقة العقاري اللي هيكون يوم 17 من 17 ل 20 8 الجاي. اعتقد ان المؤتمر ان شاء الله تعالى النهارده هيخطط بفعاليات مهمه جدا وبتوصيات كبيره، نقدر نقول انها هتبقى مشروع قانون لو احتاجنا ان احنا نناقشه في البرلمان، وخصوصا بوجود سياده النائب محمد عبد الغني، ده برضو جزء كبير جدا منه على عاتقه ان هو يفعل الدور اللي اتناقشنا فيه النهارده، وجود برضو المهندس طارق شكري، وده حد قامات المعروفه في قطاع رئيس غرفه التطوير العقاري وقامه من قامات التطوير العقاري في مصر. فتوجيهاتهم او المشاكل اللي هم ناقشوها ده يعتبر توجيه للجهات ان هم يعرفوا المطور عنده مشكله ايه، فنقدر نناقشها ونحلها في الفترات اللي جايه. يعني اعتقد ده كان دور المؤتمر، واتمنى انه يتفعل على ارض الواقع بتنفيذ وفعاليات حقيقيه. لو قدرنا نقول ايه المختلف عن من شركه ثقه عن بقيه المعارض والمؤتمرات، ايه اللي بتقدمه مختلف؟ هقول لك، يعني اولا احنا فكرنا مختلف تماما عن باقي الشركات اللي بتشتغل في التسويق العقاري. ما فيش ولا فكره من اللي احنا منفذينها هي شبيهه لاي حاجه موجوده على ارض الواقع. في حاجه اسمها دليل ثقه العقاري، وده ابلكيشن ودليل مطبوع وويب سايت بيخدم المعلومات او البيانات العقاريه اللي موجوده في السوق، ودي طبعا هنتناولها شرحا بعد كده في مؤتمرات وفي حاجات كتيره جدا، وعلى ارض الواقع ان شاء الله هنقابلها في الفتره اللي جايه. دي حاجه من ضمن منتجاتنا. تاني حاجه في مجله متخصصه في القطاع العقاري بس، او زي ما بيقولوا كده مجله اقتصاديه
اقتصادية عقارية بتتابع الوزارات، مجموعة الوزارية الاقتصادية ووزارة الإسكان بالإضافة ليهم، فدي هتبقى مختصة قوي بالقطاع العقاري، ودي برضو منتج من ضمن منتجات ساقة. تاني حاجة معارض ساقة، ودي ليها صبغة مختلفة تماما عن كل المعارض اللي ممكن تكون ظهرت أو موجودة في مصر في الفترة دي مع نجاحهم الكامل. طبعا المعرض بتاعنا مختلف بان هو هيطبق المعايير دي على الشركات اللي بتنحاز دي، فبيزود ثقة وامان المستهلك اللي بيتعامل مع المطور العقاري. يعني مستحيل يكون في معرض ساقة العقاري مطور عنده مشكله ماليه او عنده مشكله في التسليم او الوحدات او عنده مشكله في اي خلل او اي حاجه تقال عنه في السوق العقاري، اللي احنا هنطبق عليه معايير شامله. واعتقد المعايير دي تناولناها بالمناقشات النهارده، وهتبقى هي دي الكتالوج اللي هنمشي عليه عشان خاطر نقدر نوصل لافضل مطور عقاري ممكن نقدمه للمستهلك في معرضنا ان شاء الله تعالى. وخطه المعرض يعني ان شاء الله بدايتها هو من 17 ل 20 8 الجايين، ودي هتبقى باكوره معرضنا العقاريه باذن الله تعالى. من خبره حضرتك في السوق العقاري، ايه التحديات اللي بتواجه المطور العقاري حاليا؟ بصي، هو احنا مش خبره خالص، يعني دي نقطه انا مش حابب ان احنا نسبق نفسنا بخبره القطاع العقاري. حضرتك ليك يعني خبره قبل كده مسبقه قبل الشركه؟ مش خبره خالص، وانا ما بحبش انا عدى يعني لنفسي. يعني احنا مجرد مجموعه شباب عندنا فكر مختلف ودراسات احنا قدرنا نقوم بيها، سواء كدراسات يعني نتيجه تخصصاتنا او دراسات احنا قدرنا نجمعها. كل هدفنا هو فعلا تطوير القطاع العقاري، اضفاء صبغه عليه مختلفه عن اللي موجود، لانه افضل القطاعات اللي شغاله في مصر وبتساهم في الاقتصاد. يعني ما اقدرش اقول ان القطاع البنكي والقطاع العقاري هم المستمرين وهم الداعم الوحيد للاقتصاد المصري حاليا. فان شاء الله تعالى احنا بنسعى لتطوير القطاع العقاري واحد منهم، وهنشيل ده على عاتقنا. افكارنا ممكن تكون مختلفه، وده اللي هيخلينا ان شاء الله مميزين في الفترات اللي جايه. معارضنا كمان هتبقى مختلفه جدا، وان شاء الله لما هتشوفوها هتعرفوا الفرق فعلا موجود في ايه. واول معرض هتبقى هنا برضو في انتر كونتيننتال سيتي ستارز اللي جاي، نفس القاعات اللي موجود فيها المؤتمر، بس القاعه باكملها او الدور باكمله. يعني خلينا نستنى لما نشوف احنا نقدر نعمل ايه. لكن اقدر اقول ان التحديات اللي موجوده في القطاع العقاري او اللي احنا بنحاول نحلها على حسب معرفتنا او درايتنا، طبعا التحدي الكبير اللي موجود مشكله التمويل العقاري في مصر غير مفعله تماما، ودي ازمه كبيره جدا. كل الدول في العالم بتتعامل بنظام التمويل العقاري، في مصر اعتقد ان ده مش موجود، حتى موجود بنسبه طفيفه جدا. وده نوه عنده برضو المهندس طارق شكري في كلامه، وانا بعتبر ان هو تصريحاته هتعتبر ممثله لكل المطورين العقاريين في مصر. عندنا برضو مشكلة فجوة العرض والطلب اللي موجودة ما بين المستهلك والمطور، ان ممكن يكون المطور بيشتغل على اماكن المستهلك مش عايزها، ممكن يكون راغب الشراء في مصر او القادرين على الشراء والاستثمار العقاري، المطور ما بيلبيش احتياجاتهم بشكل كافي. احنا عملنا الدراسات دي بقى وهنوجهها ان شاء الله ونطرحها للسوق. دي دراسات شركة ساقة بتقدم بيها، او دورنا المجتمعي غير خالص فكرنا التسويقي او التربحي، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. فادعي لنا ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. توفيق ان شاء الله. اتشرفت، ميرسي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السيدات والسادة، السادة مندوب الوزراء، أهلا وسهلا بكم في مؤتمر. الحقيقة فكرة المؤتمر نبع من مجموعة من الشباب كونوا شركة سموها شركة ثقة للعمل في مجال الاستثمار العقاري. مجال الاستثمار العقاري الحقيقة مجال في هنا في جمهورية مصر العربية مجال ليس له أي ضوابط ولا أي معايير، وللأسف الشديد الكل يعمل في مجال الاستثمار العقاري، وكل يجتهد على حسب مستواه الفكري ومستواه العقلي، لدرجة أن الحالة سائت في مجال الاستثمار العقاري. فكون مجموعة من الشباب يفكروا أنهم يكونوا شركة عشان تضع معايير وضوابط للعمل في الاستثمار العقاري، ده أكبر دليل على إن مصر لسه بخير، وإن إن شاء الله مصر هتنهض بالشباب. وإحنا كناس عدينا مرحلة الشباب لازم نقف جنب الشباب دول وندعمهم. فأنا بشكر كل الأساتذة المختصين في مجال الاستثمار العقاري، سادة الدكاترة خريج كليات الهندسة، سادة الدكاترة خريج كليات الاقتصاد، لأن الاستثمار العقاري مش هندسة بس، استثمار العقاري اقتصاد وقانون وحسابات وهندسة. فأنا شايف هنا قدام مني كوكبة من العلماء، أنا بتوجه لهم بالشكر الجزيل إنهم كلفوا نفسهم ولبوا الدعوة وجوم يقفوا جنب الشباب النهاردة عشان نحط إيدينا في إيدين بعض وندي خبرتنا للشباب في وضع معايير وضوابط للاستثمار العقاري. المجال طويل مش هينتهي في مؤتمر ولا اتنين ولا تلاتة، لأن عندنا سلبيات عديدة
وسلبيات كبيرة جدا في هذا المجال. فأنا مش هطيل على حضراتكم على أساس ندي فرصة نستفيد من خبراتكم في وضع هذه الضوابط والمعايير اللي تنهض بالاستثمار العقاري ويبقى استثمار عقاري جاذب للاستثمارات العربية والدولية إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نتشرف بالمهندس أحمد الشافعي نقيب مهندسين البحيرة وأيضا أمين العام المؤتمر. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. في الأول حابة أعرف أهم أهداف المؤتمر النهاردة. هو المؤتمر نشأت فكرته من مجموعة من الشباب عاملين شركة اسمها شركة ثقة للاستثمار العقاري. هم فكروا في أن نحطوا ضوابط ومعايير للاستثمار العقاري داخل جمهورية مصر العربية، لأن ده قطاع غني جدا بالاستثمارات، وفي نفس الوقت ما فيش معايير موحدة ولا ضوابط موحدة لمن يعمل داخل هذا القطاع. ففكرة المؤتمر نبعت أن احنا بنجذب المتخصصين في جميع الجهات عشان نحط معايير وضوابط لمن يريد أن يعمل في قطاع الاستثمار العقاري، يبقى بيعمل تحت الأمبريلا أو المظلة بتاعت هذه القوانين والمعايير. احنا ازاي نقدر نشد اكبر عدد من المستثمرين عشان يستثمروا في السوق العقاري؟ المستثمرين هيجوا السوق العقاري لو كان السوق العقاري ده ليه ضوابط وليه معايير محددة، بالتالي يبقى المستثمر هيثق ان فلوس اللي هيحطها في هذه السوق او في هذا السوق مضمونة العوائد، في نفس الوقت المشتري اللي هيشتري المنتج ضامن انه هيشتري منتج سليم منفذ تحت مواصفات وشروط ومعايير دولية برقابة من الدولة نفسها. تحت اسم المؤتمر، ايه المؤتمرات اللي ممكن يعني تساعد على التطوير العقاري في المستقبل ان شاء الله؟ احنا طبعا في مجموعة من القوانين الخاصة بالاستثمار العقاري. مجموعة القوانين دي كلها محتاجة عادة دراسة وتنقيح عشان تلائم البيئة الموجودة حاليا للاستثمار. فاحنا داعيين وزارة الاسكان وداعيين وزارة الاستثمار وداعيين حماية المستهلك، كل هذه الجهات بتصب في منظومة واحدة اللي هي صياغة لمعايير وضوابط السوق العقاري. بتجمعوا ما بين كل الخدمات اللي تقدر توصل في الآخر سوق عقاري 100%. سوق عقاري عبارة عن عقود ومنشآت خرسانية ومرافق، كل البنود دي كلها بتخش في سوق العقاري، فأنت بتدخل معاك جهات مستندات الأرض نفسها، مستندات الملكية، طريقة ضبط الجودة لمراحل تنفيذ المشروع، كل دي بتدخل فيها مجموعة من الوزارات والجهات مش جهة واحدة. كل هذه الجهات لازم تتفق على معايير معينة تطلع منتج يثق فيه المواطن ويثق فيه المستثمر. طب ايه التحديات او الصعوبات اللي بيواجهها المستثمر؟ الصعوبات اللي بتواجهها المنظومة كثرة عدد القوانين الموجودة في مصر اللي بتتحكم في السوق العقاري. فاحنا بنطالب مجلس النواب بعمل إعادة صياغة أو غربلة لهذه القوانين، وياريت نطلع قانون موحد للاستثمار العقاري بيشمل كل هذه القوانين، يبقى في الساعة دي هنقدر نقدم منتج سليم وبسرعة في نفس الوقت. شرفت بحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. والآن مع كلمة دكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات القومية، ممثلا عن الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعا. أود الأول طبعا أن احنا نشكر السادة القائمين على تنظيم المؤتمر، على المبادرة والفكرة نفسها تحت موضوع المعايير والستاندرز لقطاع الاستثمار العقاري والتطوير العقاري. فكرة سريعة كده، طبعا أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الهدف الرئيسي لها بتشتغل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر في جميع القطاعات المختلفة، ومنها طبعا أكيد قطاع الاستثمار العقاري. تحسين مناخ الاستثمار بيشمل عدة إجراءات رئيسية أو محاور رئيسية. المحور الرئيسي الأولاني بنتكلم شوية على تطوير التشريعات اللي موجودة، ومثال لها قانون الاستثمار الجديد الجاري مناقشته حاليا في مجلس النواب، وعدة من قوانين أخرى مثل قانون شركات الشخص الواحد، قانون الإفلاس، قوانين خاصة بتطوير سوق المال والصناديق العقارية وخلافه. كل ده بيصب في إطار التشريع وتحسين الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار في مصر.
دلوقتي نشرف دكتور شريف زهران المدير التنفيذي للشؤون الفنية بشركة ثقة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا حابة في الأول أعرف أهمية إقامة هذا المؤتمر بشكل عام. والله المؤتمر لما فكرنا ننظمه كان الهدف الأساسي لتنظيمه هو وضع وصياغة معايير لضمان الجودة في القطاع العقاري والتنمية العمرانية. وليه بنقول القطاع العقاري؟ علشان خاطر ده قطاع من قطاعات الاستثمارية الكبيرة في مصر، ودوره في اقتصاد مصر بيمثل 16% من الناتج المحلي. وليه بنقول التنمية العمرانية؟ لأن مصر في احتياج شديد لزيادة التنمية العمرانية اللي تتوافق مع الزيادة السكانية، فده بيخلينا نروح ان احنا كده ماشيين اون تراك او على نفس الخط مع خطة التنمية المستدامة او استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، رؤية مصر 2030. فده كان الهدف الاساسي للمؤتمر. وبعد الجلسة الافتتاحية الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا ان احنا بدأنا في ما بعد المؤتمر، مش بس في عملية صياغة المعايير، لا ده احنا رحنا كمان لآلية التنفيذ والمتابعة والرقابة على وجود هذه المعايير. فبقينا بنشتغل على الثلاثة تراكس مع بعض، تراك صياغة المعايير وتراك تنفيذها ويتراك الرقابة عليها، بوجود ممثلين للجهاز المسؤول عن ايه، عن هذه الموضوعات من الكيانات الحكومية والكيانات التشريعية وكمان الكيانات الشبه حكومية في غرفة مثل غرفة التطوير العقاري والكيانات الرقابية زي جهاز حماية المستهلك. حابين نعرف نبذة عن شركة ثقة. شركة ثقة هي شركة هدفها الأساسي أن هي تقوم بعملية الاستثمار العقاري والتسويق العقاري بشكل تمام يؤكد وجود هذه المعايير، بحيث أن هي تقوم بدور مجتمعي يكون هدفه هو الدفع المجتمعي أن المواطن أو الراغب في الشراء أو عميل القطاع العقاري ما يشتريش غير الحاجة المضمونة. فهو ده اللي خلانا نبدأ من المؤتمر أو بفكرة المؤتمر، بحيث إن احنا هنساعد كل من هو إجراءاته سليمة، كل من هو سلعته مضمونة، بحيث إن احنا نقوم بعملية التسويق ليه من خلال معارض ثقة، من خلال المؤتمرات اللي بننفذها، من خلال مشاركة المطورين اللي بيحققوا كل هذه المعايير وبيسعوا معانا في تطويرها. كمان هنبدأ نعمل تسهيل لعملية البيزنس تو بيزنس أو عملية التواصل بين شركاء القطاع، بإن احنا هنصدر دليل ثقة العقاري، هنساعد العميل في ان احنا نعرفه ازاي يشتري عن طريق اصدار مجلة ثقة العقارية. فاحنا هدفنا الاساسي ان احنا نحاول نخلي قطاع الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية يتحرك بخطى ثابتة وبشكل متوازن. واذا كان شركاء القطاع موجودين في جزر منعزلة، فهنحاول ان احنا نقوم بدور الربط بين شركاء هذا القطاع. طب هل في ان شاء الله مؤتمرات قريبة الوقت الجاي؟ ان شاء الله احنا النهارده يعني بنعمل سبق مع القناه بتاعت حضرتك، ان شاء الله معرض ثقه العقاري ومؤتمر الاقتصادي العقاري الاول، الثاني ان شاء الله هيبقى يوم 17/8/2017 والمعرض مستمر لحد يوم 20/8/2017. ان شاء الله نكون متواجدين معاك. انا اتشرفت بحضرتك. ميرسي جدا. حضرتك يا فندم اتشرفت بحضرتك. مع السلامه. المعهد القومي للجوده بيعتبر بيت الخبره الوطني المختص بنشر وتحسين ثقافه الجوده ومفاهيم وانشطتها في المجتمع المصري بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية وبما يتوافق مع نظم المعايير الدولية والعالمية. كان الهدف الرؤية من إنشاء المعهد القومي للجودة هو ارتكاب أنشطة الجودة في مصر إلى أعلى مستوياتها لتتوافق مع نظم المعايير الدولية والعالمية ونشر ثقافة الجودة والمفاهيم في المجتمع المصري وقطاعاته ومستوياته. رسالة المعهد هو ضمان تنفيذ البرنامج القومي للجودة، معاونة المجتمع الصناعي والخدمي للوصول إلى المعدلات العالمية في الإنتاجية والجودة من خلال معرفة ونقل وتبني وانتقاء أفضل طرق تطبيق الجودة، دعم مؤسسات المجتمع المدني في كل نواحي الحياة المتعلقة بالجودة مثل الصحة والتعليم والسياحة وغيره، تطبيق معايير الجودة في القطاعات المختلفة. طب إيه الأهداف؟ خلق مجتمع إنتاجي، خلق مجتمع إنتاجي وخدمي على دراية كاملة بمفاهيم الجودة المتوافقة مع المعايير الدولية والعالمية، تطوير أدوات ووسائل الجودة في كافة مجالاتها ومستوياتها عن طريق إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة في مجال الجودة، توعية وإمداد المجتمع بكافة المستجدات في عالم الجودة وتطبيقها،
والتطوير والتحسين المستمر وتنشيط الجودة في القطاعات المختلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري. شكرا لوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بدور كويس جدا في مبادرة المنازعات ومن الإجراءات الحقيقية للمساحة المطمئنة لأنها فصلت في منازعات كانت بعد 2014 محل يعني تشكيل في عقود ويمكن أن هي رجعت مصر في المستوى بتاع إنفاذ العقود من مواحد ما زلنا منخرطين بيها لكن حصل على أقل ثباتها لأن احنا كنا بنرجع في 2011 بشكل سريع. بس الحقيقة في حاجتين مهمين معرفش لوزارة الاستثمار لم تتعامل معاهم في ملف الاستثمار. القرارات فضل المنازعات يجب ان تتحول الى مبادئ بمعنى انه ليس من الضائق ان كل مستثمر ياخذ نفس مسلك تمويلي يعني اذا كنا احنا بنتحدث عن مشاكل استثماريه خاصه فكره معينه مع مستثمر ويندهج الراي الى حقيقه المستثمر طب ليه هذا الكلام يرجع مستثمر اخر ياخذ نفس التجربه من جديد ويعتبر فضل المنازعات وينتظر ولا لا ان تقديرنا ان ما تنتهي اليه فضل المنازعات تتحول الى مبادئ المستثمرين يقدروا ان هم يوفروا الوقت البحر، وده موضوع لما يتم التناول فيه وهو موضوع مهم جدا. الموضوع الثاني الحقيقه انا اعتقد ان مراجعه القانون في مجلس الشعب موضوع مهم جدا بس الاهم من القانون هو المناخ. والحقيقه المناخ مش هيتحل بالقانون. عندنا طبعا تواريخ التسليم دي مشكله كبيره جدا في مصر ان احيانا التسليم بيتاخر بست وسبع سنين عشان تستلم، فبالتالي انت اخرت حياه شاب بدل ما يتجوز النهارده يتجوز بعد سبع سنين. بعد ما كان هيشتري العفش بتاعه النهارده او يشتري المنتجات بتاعته الخاصه للزواج النهارده هيشتريها بعد سبع سنين فانت ضعفت حياته وابتدى يضطر ان هو ياخد قروض عشان يبدا يكمل حياته عشان شركه اتاخرت التسليم. عندنا طبعا انتشار ظاهره غريبه جدا اسمها الملكيه الجزئيه ودي كارثه من كوارث السوق العقاري المصري. احنا كنا ظهر لنا كده فكره اسمها التايم شير وابتدت تبيع للموظفين الصغيرين ابتدوا ياخدوا قروض ابتدوا يشتروا بالقسط فجاه واحده اكتشفت الفكره دي فيها نسبه 75% او 80% نصب فابتدت طبعا ما بتكلمش على الشركات الملتزمه انا بتكلم على نسبه كبيره من الشركات كانت غير ملتزمه فابتدى بعض الشركات الصغيره تعمل اختراع اسمه الملكيه الجزئيه عشان تتهرب من المسؤوليه بتاعه عقد التايم شير لان عقد التايم شير كان بيسجل في وزاره السياحه فابتدي تبيع وتشتري بحاجه اسمها اون شير ده الناس تشترك في مصيف تشترك في شاليه بعد ما تشترك تشوف ان هو القريه السياحيه ولا حاجه ده عباره عن عماره على البحر واحيانا بتبقى عماره مبنيه من غير ترخيص واحيانا بتبقى منطقه زراعيه واحيانا كتيره جدا بيحصل تداخل ما بين الملاك وما بيعرفوش مين ملاك الايه الشقه دي. هو موضوع المطورين العقاريين يعني موضوع كبير مش بس قانون اتحاد المطورين شركه فعلا بشكل اساسي غرفه المطورين ولا قانون البناء ولا قانون الاستثمار الموضوع هو نشاط يعني استثماري اصيل بيتدخل في كل مناحي الحياه عشان قانون العمل مثلا بيأثر في عمل المطورين العقاريين، قانون الاستثمار بيأثر في المطورين العقاريين، قانون البناء الموحد بيأثر في المطورين العقاريين، احنا قانون اتحاد المطورين قدم فعلا احنا انتهينا من كمان داخل المجلس من قانون التعامل مع المخالفات القديمه بنشتغل هذه الايام على قانون البناء الموحد المقدم من الحكومه احنا بنعمل في وقت قصير في ترتيبات كثيره جدا مطلوبه انا طبعا ما اتكلمتش عن حاجه في مجلس النواب ده ولازم كل ده بس يعني منصف لهذه الكارثه بنقود قامات محترمه زي زملائي الموجودين على المنصه لكن موضوع ما يخص التشريعات فيه كلام كثير جدا بيتقال فيه يعني فبشكر حضرتك حقيقة إن فكرة وضع ما ضوابط ومعايير للاستثمار العقاري في مصر هي فكرة هائلة وإحنا دايما كنا بننادي بيها هي فكرة إن لما تقولي الشقة 100 متر هي في بعض الأحوال تبقى 80 تبقى 90 بخلاف وضع الضوابط والمعايير هي شيء مهم جدا للاستثمار العقاري في مصر وإحنا شايفين إن رغم إن السوق العقاري في مصر هو سوق منضبط وسوق بيتميز إن هو من أكثر القطاعات استقرارا واقلها ريسكا في الفتره الاخيره لكن هو محاوله وضع ضوابط ومعايير هو فكره محترمه واحنا دايما نحاول ان احنا نسندها وندفعها ان شاء الله. طب هل ده يؤثر ايجابيا طبعا على جذب عدد اكبر من المستثمرين في مصر؟ خلينا ننتظر بس نشوف الفكره بصفه عامه الفكره جيده ولكن التطبيق هو اللي هيفرق هو هتجذب او لا هتجذب خلينا ننتظر نشوف التطبيق هيبقى عامل ازاي على الارض يعني.
حابين نعرف اهم المشاريع اللي بتقوم بيها كابيتال جروب، مجموعه كابيتال جروب حاليا. كابيتال جروب هي حاليا عندها مشروع البروج موجود في الطريق اسماعيليه الصحراوي على مساحه 1200 فدان، مرحله اولى تقريبا 4 سنين، واحنا بدانا في الانشاء في المرحله في مباني المرحله الاولى، وان شاء الله ملتزمين بالتسليم الوحدات في 2019 ان شاء الله. ايه التحديات اللي ممكن تكون بتواجه المطور العقاري حاليا في مصر؟ بطء في الموافقات والرخص، هو ده التحدي الاكبر والاصعب، واللي احنا زي ما كنا بنقول جوه هي فكرة ان لازم يكون في وسيلة اخرى لاصدار الموافقات غير الجهات الحكومية. واحنا اللي احنا شفناه مع دكتور مصطفى مدبوري معالي وزير اسكان ان احنا نمنح الشركات او المكاتب الاستشارية سلطة اصدار التراخيص، والحكومة هي اللي تراجع في خلال من 3 لـ6 شهور. اتشرفت بحضرتك، شكرا جزيلا. 2017 انا عندي 50-60 مؤسسه في البلد، ال 50-60 مؤسسه دول انا انبيئاتي 5، يبقى اذا 5 على 50 يبقى دول في خلال 10 سنين انا خلصت. يبقى انا هقول ايه؟ ان البروجكت بتاع 2017 ان انا هدخل الكواليتي في مؤسسه 1 و2 و3 و4 و5، يبقى ده ينطبق عليه المعيار بتاع البروجكت. البروجكت محدد بالتايم، محدد بالتكييف والستريب، وفي شغل ما تجيش اقول لك مثلا اخلي الدوله كلها كواليتي في ربع يوم، لازم يبقى محدد طيب، ولازم يبقى محدد ايه؟ لمعيار ينتهي فيه وينطبق عليه. واؤكد على دعوه النقابه الى الاهتمام بالاخلاق باعتبارها عباده سماويه. ونبدا بالتكريم الدكتور شريف محمد زهران. الأستاذ محمد دهشوري حرب. المهندس أحمد رزق الشافعي. مشاهدينا، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كنا معاكم من أحداث فعاليات المؤتمر الاقتصادي العقاري الدولي الأول 2017 اللي أقيم تحت رعاية وتنظيم شركة ثقة العقارية. يا رب تكونوا استمتعتوا بلقاءاتنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج كاميرا العقارية.